منتخبنا هو صاحب كل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها حتى دلوقتي واحنا واقفين وعلينا بناخد صور فوتوغرافي بيقول بس عشان تبان. قلت له يا جماعه مش انا اللي جايبه والله العظيم مش بتاعي. احنا عايزين نرحب جدا 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 بمنتخبنا لكره السله على الكراسي. منورين، عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. يا بختنا بيكم اولا يعني بالمناسبه. والله واتمنى انه الحظ ده يروح كمان لمنتخبنا في كره القدم، هم بيلعبوا في الكاميرون كده وننتصر وناخد البطوله ونكيد الاعادي ونهيص باذن الله باذن الله. ضيوفنا الاعزاء محمد رشاد، اهلا 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 وسهلا منورنا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام. محمد فرج جمعه، اهلا وسهلا منور بحضرتك. منور ده انت اللي منور الاستوديو كله. خش على طول، احنا ولا على هوا ولا حاجه. احنا لا كده قعده حبايب وصحاب. الحسن ياسر، اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. كابتن عادل شريف المشرف العام ورئيس بعثه المنتخب يادي النور، يا ربنا يبارك في حضرتك. ازاي الصحه؟ اهلا بحضرتك وبمشاهدينك الكرام. من سنه 68 زملكاوي. يا بخت. الحمد لله. اصل انا فين وفين لما بلاقي حد زملكاوي ابقى فرحان. لا يا لا بحس كده ان انا مبتهج. احنا ابناء الزمالك مش كده مخلصين احنا كده؟ مهما يحصل احنا ما ثابتين. قلعه من قلاع الرياضه في مصر، الاهلي والزمالك. والله العظيم الاثنين زي الفل، كل الفرق بتاعتنا حلوه، بس احنا كزملكاويه يعني عندنا حاجه كده في قلوبنا مثبتانا. ايه هي؟ انا مش عارف، بس احنا في التمام. احنا يعني احنا مصريين. أيوه والله احنا مصريين وبنحب مصر وحبنا الزمالك عشان بنحب مصر يعني، وحبنا للأهلي برضو لما بيلاعب فرق من بره احنا صح ونشجع قوي. الرياضيين ما يعرفوش التعصب. الله ينور على حضرتك. بس كده هخش بقى على كرة السلة للكراسي. احنا من بقالنا قد ايه عندنا منتخب كرة سلة على الكراسي؟ احنا عندنا من زمان، احنا يعني من الثمانينات وعندنا منتخب، لكن بدأت كمنتخبات رياضية وفرق رياضية بتلعب مسابقات رياضية رسمية. يعني النهضة الحقيقية لكرة السلة على المحافل الدولية بدأت من 98. 98 احنا كنا متسيدين طبعا القارة الأفريقية وعربيا، خدنا 98 البطولة الأفريقية، كأس العالم باستراليا، حققنا نتائج كويسة. دي في الحقيقة الفترة دي طبعا أنا كنت متابع لكن ما كنتش مشارك. بدأت أشارك من 99 خضنا البطولة الأفريقية بدولة الجزائر المؤهلة السني. حلو. حصلنا على المركز الأول في الجزائر. جميل. ما اتغلبناش ولا مباراة، كسبنا الله كل الله الفرق. الله الله الله. رحنا البطولة العربية في الأردن، كسبنا كل الفرق وخدنا أول العرب. لسبب ما اتحرمنا من المشاركات الأفريقية لخطأ إداري من إجراءات محددة، ظرف لظروف معينة خارج عن إرادتنا كلنا وخارج عن إرادة اللعيبة وخارج عن إرادة الجهاز الفني. في الحقيقة في الفترة دي بدأنا نتراجع لأنك موقوف 4 سنين من مشاركة. الكرسي زاد، كرسي برضو كل سنة عن سنة. إحنا معانا كراسي قديمة متهالكة، وكراسي جديدة بتتطور جدا. بدأنا نتأخر نتأخر الثالث الرابع الخامس، إلى أن في 2012 في ظل ظروف حضرتك طبعا كل مصر عارفاها طبعا، تقدمت باستقالتي لأني كنت رافض هذه الأحداث. رجعت 2016 لأن اللعبة دي أنا ما أقدرش أسيبها أبدا، متعلق بيها يعني. سبت أصحاء، سبت من فرق أصحاء كتيرة كنت بتولاها، اتجهت تاني 2016 كلفوني وانا ما اقدرش بالنسبه للفرقه دي ومنتخب مصر ما اقدرش اتاخر ثانيه. ومتطوعا، انا بعمل متطوعا اللي اشتغلت معاهم 2016. ربنا كرمنا في 2017 وخدنا ثالث افريقيا في دوله جنوب افريقيا، كسبنا جنوب افريقيا، اصبحت جنوب افريقيا الرابع واحنا الثالث، كسبناها في التصفيات وكسبناها في النهائيات. حلو. في 2019 برضو لعبنا في جنوب أفريقيا البطولة الأفريقية،
كسبناها برضو على الثالث والرابع. ربنا كرمنا المرة دي برضو، أدي الثالث أفريقية بعد 2016 الحمد لله. والجمهورية الجديدة بقى وفخامة رئيس الجمهورية وبعزيمة الرجال الأبطال، صحيح. حاجة يعني إيه، أنا بس التاريخ مشرف للعبة وللمنتخب بتاعنا حقيقي، يعني يسلم كل اللي لعب في هذا التاريخ. طب أنا هستأذن حضراتكم هروح لفاصل كده، هو غمضة عين، نرجع بقى مع راشاد وجمعة والحسن ونقعد نتكلم على البطولة والتحديات اللي شفتوها في البطولة دي لحد ما رجعتولنا بالكاس الحلاوة الجميل الظريف اللطيف ده، والأجندة اللي جاية بقى ناويين على إيه الرجالة. استنونا بعد الفاصل. والله العظيم فاصل مفيد جدا بالنسبه لي في كم معلومات انا فهمتها دلوقتي، على حتى طريقه التشكيل بتاعه الفرقه طبقا للوائح بتاعه الاتحادات، حاجه صعبه جدا. بس خليني اروح الاول لكابتن محمد رشاد. احنا كنا بنتكلم في الفاصل بقى على ايه يا جماعه، على انه انا عايز من كل واحد حدوته على كم التحدي والصعوبه اللي شفتوها لحد ما رجعتوا لنا بالف حمد لله وسلامه. ابدا يا باشا. طبعا قبل ما نقول كلمه، طبعا بنحيي الشعب المصري كله اللي هو يستاهل الفرحه في كل وقت. وطبعا احنا قابلنا صعوبات كتيره جدا. اول صعوبه كان فتره الاعداد كانت بسيطه جدا، كان حوالي 20 يوم بس. بس كان معانا حضرتك طبعا رئيس البعثه ورئيس لجنه كره السله، كان على راسنا في المعسكر على طول الدكتور عادل شريف. ولك ان تتخيل ان احنا بلا مبالغه كنا بنصحى 5 الصبح، والله 5 الصبح، ونجهز نفسينا للملعب ونصلي الفجر وننزل، عشان كانت الصاله محجوزه لفرق تانية، واحنا طبعا الوقت ده بيكون هو فاضي، فكان خيار ان احنا نتمرن تمرينه واحده او نتمرن الفجر. طبعا عندنا رئيس البعثه قبل كل شيء هو طبعا عاشق لكره السله، يعتبر الاب الشرعي للعبه في مصر ديت، والحمد لله عدينا الفتره ديت. بس برضو ما خلاش لما احنا جينا نسافر ونعتمد نتكل على الله اللي احنا نسافر، اخر مسحه قبل ما نسافر اتضربنا في 5 افراد في الكورونا، يعني الكورونا كانت ضدنا طبعا، منهم واحد من الجهاز يعني طبعا نوجه له التحيه، طبعا كابتن مدحت ابو زيد، وكان معانا 4 لعيبة، وكان الخيار اللي احنا نكمل ونقاتل بالموجودين ولا لا. طبعا الخيار اللي احنا رئيس البعثه اللي احنا نكمل واحنا معانا الناس الموجودين يعني خير وبركه وكملنا، وبصفتي انا طبعا كابتن الفريق، وانا طبعا عندي خلفيه عسكريه، انا مقاتل سابق والاصابه بتاعتي ديت اثناء الخدمه وسببها طبعا شرف. ودي وسام على صدري، شرف لينا كمان اللي انا ضحيت بنص جسدي عشان خاطر مصر، ومصر تستاهل اكتر من كده. بس كملت مسيره حياتي بعد كده في الرياضه والمنتخب، وانا بالنسبه لي في تحدي، لان انا يعني عشان المشاهدين الكرام، الفتره اللي بيتكلم عليها الدكتور عادل شريف 98، تخيل انا كنت موجود في 98 لعبت كاس عالم. الله 98 أكبر. الله عبد كاس عالم حضرتك. انا طبعا دلوقتي ما يزعلش مني الكابتن عصام الحضري، انا حصلت على كاس افريقيا وانا عمري 56 سنه. بس طبعا حضرتك 56 سنه الدكتور بيعمل اختبارات لياقه، انا بجاري اللي عندهم 20 و25 وبكسبهم في اللياقه، لان حضرتك ما فيش مجاملات، الرياضه ما فيهاش مجاملات ابدا يعني. فده الحمد لله وصام على صدري، واللياقه اللي انا احتفظت بيها دي طبعا يرجع فضلها للمؤسسه العظيمه المؤسسه العسكريه طبعا، لان انا بعد الاصابه احتفظت بروح المقاتل المصري، ودي جوايا ما تخلتش عنها ابدا يعني. فانا بوجه التحيه للمؤسسه العظيمه القوات المسلحه المصريه اللي لها فضل عليا
يعني فلا تحيه وجه. احنا نشاركك في تقديم التحيه، وخليني بقى اقول لك ما شاء الله الف مره لسببين. اول سبب علشان زي ما ذكرت كده انا واخد البطوله عن 56 سنه وانت مش باين عليك 56 سنه خالص. ده انا عندي 47 وشكل اكبر مني. طب ما شاء الله. طب حضرتك يعني برضو ازيد برضو للمشاهدين الشعب المصري، انا جريت 9 مرات ماراثون 42 كيلو. الله اكبر. 42 كيلو 195 متر واسمي موجود حضرتك على لوحة الشرف في ماراثون بيروت، وليا صورة كبيرة موجودة في نادي الضباط أبو ظبي أنا وسيادة الوزير أشرف صبحي ما شاء الله. لأن أنا في ماراثون الإسماعيلية كان في حوالي 1000 معاق، أنا طلعت المركز الأول فيه وكرمني سيادة الوزير أشرف صبحي. عارف اللي هو بقى كفايه لحد كده رائع بسلم النابلسي ده كده الحسد هيزيد. ربنا يحفظك يا رب ويزيدك من الخير يا رب. لا لا حضرتك، لان المنتخب كره السله دوت ليه حكايات وتاريخ حواديت طبعا. طب اقول لحضرتك الكابتن اللي قبل مني لكره السله كابتن سيد احمد ربنا يديله الصحه نوجه له التحيه، ده بطل من ابطال اكتوبر، اصيب يوم 14 اكتوبر في معركه المنصوره. البطوله في الدم، البطوله في الدم. لسه دلوقتي موجود على قيد الحياه ونوجه له التحيه طبعا طبعا. نروح لكابتن محمد فرج جمعه، احكي لي نبتدي إيه؟ منين الحكايه؟ والله هتبتدي من ساعه ما ابتديت العب رياضه او افكر العب رياضه عامه. يعني انا ابتديت رياضه من انت عندك كم سنه؟ فاجئني. انا عندي 42 سنه. طب حلو ماشي. وبيطلق عليا اسم فرجله العنيد في المنتخب. العنيد. اوكي. من اول ما ابتديت رياضه وحطيت دماغي اللي ربنا يكرمني مع زمايلي، انا بعشق حاجه اسمها كره سله. بعشق حاجه لقيت نفسي فيها. لقيت انا وانا بلعب كره السله بحس ان انا سوي، يعني من ضمن الاسوياء بطلع كل الطاقه اللي عندي. وانا ابتديت كره سله وانا في ثانويه عامه، كان والدي معارض معايا ان انا العب كره سله او انا العب رياضه في الوقت ده بالذات مع الثانويه العامه، كان صعب طبعا. وانا فعلا انا قلت طب ما انا اخد التجربه، خدت تجربه مع نادي شباب الاطفال امبابه، وتلاقيت ان انا بزيد طاقه اكتر في المذاكره، تديني ايجابيات ان انا برجع من التمرين مش تعبان، برجع من التمرين عايز اذاكر وعايز اجتهد وعايز اوصل. والحمد لله اتخرجت من الجامعه وموظف دلوقتي في شركه كهرباء جنوب القاهره الحمد لله. ده هنحتاجك يا باشا. لا الحمد لله يعني. وعاوز اقول اللي رئاساتي كمان يعني الفضل في الفتره الحاليه اللي احنا فيها بقى عشان ما اطولش، انا مدرب العاب قوه كمان دلوقتي حاليا، ماسك 3 انديه كويسين ومنحقق مركز اول نادي كهرباء على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها، ولاعب منتخب مصر، وعندي مجموعه ناشئين كتير برضه في العاب القوه ما شاء الله. بس هنتكلم على السله، لان السله انا عاشق لكره السله. الفتره اللي احنا عسكرنا فيها كانت قليله جدا جدا جدا، والفتره اللي فاتت خالص ما كانش فيه اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه بكره السله، ودي كانت مشكله بتواجهني انا شخصيا. هو ليه لما بنيجي بنهتم بشيء واحد ونسيب الباقي؟ بل بالعكس احنا يعني انا كاب لما اجي اهتم بحد، لما ابني يكون ناجح ابص على اللي مستواه ضعيف اهتم بيه شويه طبعا عشان اطلعه اديله يعني جهد اكتر طبعا. ما اسيبش اللي مستواه ضعيف لغايه ما يضيع مني. هو ده اللي فعلا يعني احنا كنا بنجاهد بنرحل في الصخر. حتى بيجينا قبل السفر الدكتور عادل بيكلمني بيقول لي احنا بقينا سته هنعمل ايه؟ قلت له احنا هنكمل البطوله للنهايه حتى لو هنموت. لو ان انا وانا رايح اثيوبيا واول مره انا سافرت، الحمد لله انا سافرت من سنه 2000 وبلعب مع المنتخب الحمد لله. من سنه 2000 من سنه 2000 يعني احنا كده بنتكلم في ما شاء الله 22 سنه مع المنتخب. انا هو المنتخب خلاص لما توقف سيدني انا ضميت للمنتخب وقلت العب. هتلاقي الحسن عنده 22 سنه، اوعى تقول لي انت عندك مثلا 40 بقى. لا صغير بدايه. هي في ميزه في رياضه ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمه، ما بترتبطش بسن. طالما انا اقدر ادي وفي على مستوى العالم كله هنلاقي ذوي الاحتياجات الخاصه بيلعبوا او ذوي الهمم بيلعبوا اعمار سنيه مفتوحه طالما انا اقدر ادي. وبعدين احنا عندنا طاقه ايجابيه كتير وعندنا طاقه جوه عايزين نظهرها للعالم. احنا الكاس اللي احنا جايبينه ده اقل حاجه نقدمها لمصر. عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت في اثيوبيا والله بجد يعني ده مش انا كنت بدعي لفخامه الرئيس اللي انا شفت اللي انا شفته في اثيوبيا. ليه؟ مصر هنا عالم تاني، احنا في نعمه والله، احنا في نعمه. ربنا يصلح حالهم وحالنا. والله احنا في نعمه بجد. اصل انا عارف، اصل انا رحت اديس ابابا في 2018 فانا فاهم اللي انت بتقول. يصلح حالهم وحالنا. يا ربنا يصلح لهم الامور. الحمد لله شاركت مع المنتخب، انا بقى اتكلم شاركت مع المنتخب في بطولات كتير. خدت احسن لاعب في دوره افريقيه الدوره اللي فاتت اللي قبل دي. ايوه على مستوى افريقيا من ضمن افضل 2020 من ضمن افضل خمس لعيبه. والحمد لله والحمد ده كله بمساعده زمايلي
لان احنا لعبه جماعيه. يعني ما ينفعش اخد ده وانا بلعب لوحدي من غير الفرقه. من غير الفرقه طبعا. زمايلي هم اللي وصلوني كده، فريق تيم ورك، احنا بنحب بعض، وصلنا للمرحله دي. البطوله دي كان كل هدف ان احنا نجيب الكاس ده، مش الكاس الثاني الطويل ده. الكاس الثاني ده افضل لاعب برده في البطوله وهداف البطوله. ما كانش في دماغي، ما كانش بيشغلني ابدا. انت عايز ده؟ انا كان يشغلني الكاس ده يجي، الكاس ده يجي حتى لو بموت. يعني فرقه، وزي ما قال لنا دكتور عادل، قال لك يا جماعه الرياضيين بس هم اللي يقدروا يفهموا ان احنا بنشجع رياضه، ما بنشوفش بقى ساعه الجد اهلي وزمالك واسماعيلي ومصر، هي رياضه. طب انا هنا عايز اروح لاصغر الحاضرين ولكن هو من الابطال الكبار. الحسن، اسمك حلو جدا ما شاء الله، ربنا يخليك. مين اللي اختار الاسم ده، الوالد ولا الوالده؟ الوالده. الوالده، سلمني عليها. من عينيا. اعتبر وصف، انا احب الاسم ده جدا جدا. يعني احكي لي بقى، انت انضميت امتى؟ انا لسه دي اول بطوله ليا الحمد لله، ويعني وشي حلو بس يعني فخر طبعا ان الواحد اول بطوله ليه يوصل لكاس عالم. في ناس بتقعد ممكن حياتها كلها وعمرهم ما يوصلوا لحاجه زي كده، بس يعني الواحد معاه فريق يعدي في الزلط الحمد لله. واضح واضح يعني، الله ما شاء الله عليهم، الله اكبر. لا يعني كانت طبعا اول تجربه لذيذه، وصعب ان الواحد يعلي على كده، فان شاء الله يعني نفضل بقى مكملين المشوار ده، ونقدر نعمل حاجه في كاس العالم، ونقدر مكملين بعد كده اولمبيات وحاجات كده. يعني بص، اللي انا واثق منه انه ان شاء الله حقيقي انتوا هتخشوا كاس عالم ان شاء الله. واللي انا اعتقده بقى هنا، بس الايمان بقى معايا، يعني ان شاء الله ربنا يملانا بالايمان ان شاء الله، وان شاء الله تشدوا حيلكم، هو انتوا هترجعوا بالبطوله. انا من الناس بالمناسبه، وحياه امي الغاليه، مقتنع اقتناع كامل، مفيش حاجة اسمها أسوياء ومش أسوياء، لأن أنا ليا صديق عزيز جدا كريم، هو عارف أنا عشرة أنا وكريم بقالنا من سنة كام يا كيمو؟ كنا نقوله كركرة، من سنة 2003. كريم ده هو رجليه الاتنين تعبانين جدا، هو كريم بيشتغل أكتر مننا بكتير، فمفيش حاجة اسمها كده ولا كده. انا اخر حاجه هسالها للحسن، معلش انا عايز اطول عليكم سنه، بس اخر حاجه هسالها، انت ليه خدت قرار تلعب باسكت بول؟ انا كنت بلعب لعبه صعبه يا حسن. ممتع. انا كنت جدا انا احبها بالمناسبه. هقول لك، انا كنت بلعب من قبل اصلا اصابتي، يعني انا اتصبت وانا عندي 18 سنه. وكنت بلعب باسكت اسوياء، وكان نوع من الريهاب بتاعي يعني في بعد ما اتصبت، ان قالوا لي تجرب على كراسي، على كره سله على كراسي متحركه. وانا كان في دماغي اللي هو يا عم انا كنت راجل بلعب وفي نادي وداخل المنتخب وجاي تقول لي العب على كراسي متحركه، فبالنسبه لي يعني الموضوع كنت لا رافض الفكره. تلعب في الاهلي؟ لا كنت بلعب في الصيد. ماشي، بس انت اهلاوي يعني. اهلاوي. وانا اهلاوي. بيبانوا اليوم طريقه كده. انا اهلاوي. اهلاوي برضه؟ احب الاهلي قوي. احنا اقليه يا دكتور. كمل. بس يعني المهم جربت اللعبه، والصراحه ذهلت يعني من الكونتاكت اللي في اللعبه، وقد ايه اللعبه فيها احتكاك وسرعه، يعني كانت حاجه بالنسبه لي غير طبيعيه، وحبيتها على طول. وكملت بقى فيها بعد ما يعني بعد ما خلصت التأهيل بتاعي، كملت فيها وحبيت ان انا افضل مكمل، وحتى رحت درست يعني قدمت في جامعه بره ان انا اروح العب باسكت هناك، واتقبلت ورحت العالمين حضراسيه ورحت لعبت هناك، والحمد لله رجعت. رحت جامعه ايه يا اروبا؟ رحت جامعه في تكساس اسمها تكساس ارلينغتون، والحمد لله قدرت ان انا يعني بعد شغل هناك ان انا ارجع واشرف بلدي في البطوله دي، وان شاء الله بطولات جايه كتير باذن الله. باذن الله يعني يديكوا الصحه والعمر ويديكوا القدره. انا عايز اشكرك جدا دكتور عادل على تكوين الفريق الحلو ده، وعلى طولة بالك سنين طويله وحصاد كبير جدا من البطولات. يعني حضراتكم تمثلوا المنتخب المصري، بل وتمثلوا السله المصريه، بل وتمثلوا المصريين كلهم، نورتوا وشرفتوا. والله 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 انا ما عايز اختم الفقره، بس عمالين يقولي يلا عشان احنا عاوزين نضيف لحضرتك حاجه بسيطه بس. قول. يعني انا بتمنى من الله عز وجل، احنا معانا فريق قوي جدا جدا، وفي اعمار سنيه برضو صغيره زي في اعمار سنيه كبيره، وكلنا بنكمل بعض. اهتمام وتكاتف ورا الفريق ده، الفريق فعلا محتاج. احنا كنا هناك في البطوله كانت صعبه جدا، احنا بنلعب على عجل 2012، كان في عجل 2018 2019. طب انا هسهل عليك لينا، احنا عاوزين تكاتف. اقول لك حاجه لطيفه بقى، اتفضل يا فندم. انا هطلب، معلش انا اسف، انا بطلب من سياده الرئيس يا فندم بعد اذن حضرتك، معلش انا عارف المشاغل كتير والاهتمامات كتير يا فندم، اتمنى انه الجزء ده يوصل لفخامه الرئيس. احنا الرجاله دول
جابوا لنا بطولة ولا أروع وتاريخهم عظيم. نتمنى أن حضرتك تقابلهم ونتمنى أن حضرتك ترعاهم وتدعمهم بشكل مباشر يا فندم. أرجوك سيادة الرئيس طلب من مواطن ولا مذيع ولا حاجة، وولادك ودكتور عادل يعني عاوزين يشوفوك. بعد ما خدناها البطولة دي كله أجمع نفسنا نقابل فخامة رئيس الجمهورية. عايز اقول لحضرتك احنا رئيس الرجاله راجعين من اثيوبيا فايزين. عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا بنعاني هناك، معانا اتنين زمايلنا سايبين، اربعه اتنين زمايلنا محبوسين في اوضه واحده عندهم كورونا. احنا بنعاني احنا طلبنا على الهوى سيبها على الله سبحانه وتعالى، وباذن الله باذن الله باذن الله احنا عاوزين تكاتف ربنا يعني هيشكر. واحنا عندنا ندي لمصر وعد، وعد في كاس العالم ندي لمصر قدها وقدود باذن الله. نشكر رئيس الجمهوريه جدا جدا، وده كان حافز لينا لان احنا شايفين هو بيتحرك ازاي. صحيح صحيح. بنشكره وبنشكر وزير الرياضه طبعا معالي وزير أكيد. الرياضه وبنشكر حضرتك كمان على البرنامج الجميل يعني ده، يعني احنا سعداء جدا. اللجنه البارالمبيه في الحقيقه برضو ما قصرتش، احنا على قدنا الحقيقه. اللجنه البارالمبيه برئاسه الدكتوره حياه خطاب في الحقيقه. صحيح. وانتوا قدها وقدود وباذن الله باذن الله ربنا يعني هيجيب لنا فوز، ونقعد مع حضرتك في الحلقه بعد كاس العالم باذن الله. بعد كاس العالم ان شاء الله. والنبي يا ريس زي كاس ده، والنبي خد بالك منها. فاصل ونرجع نكمل الكلام مع مولانا دكتور أحمد كريم. منور يا مولانا، دخل لنا علينا، استنونا بعد الفاصل.